اسرع وصفة في التخسيس بربع معلقة بس واحدة من المكون دوت، مش هيخطر على بالك، بس لو انت جربتيه اول مرة وتاني مرة ده بإذن الله هينزل جسمك 50 كيلو. مش عايز اقولك ان هو هيخلي بطنك مسطحة، هينزل دهون البطن والارداف، وكمان اي دهون في جسمك هينزل جسمك 50 كيلو. وزنك صعب في النزول، جربي معانا الوصفة ديت وان شاء الله وزنك هينزل، حتى لو كان فوق 100 كيلو ان شاء الله هينزل 50 كيلو عن تجربة. وبإذن الله يا جماعة ان شاء الله هتعجبكم، وهتكتبوا لي في الكومنتات، بس حطوا لي لايك كده للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصلوا كل جديد. شيروا الوصفة علشان ناس كتير تستفيد من الوصفة بتاعتنا، ويلا بينا نشوف احنا حضرناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة ده سهلة وبسيطة، ويمكن اول مرة هتشوفوها معايا، تمام؟ مش عايزة اقول لك الوصفة بتاعتي ديت اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة دي هتنزل معاك الدهون بطريقة كويسة جدا جدا، ومش عايزة اقول لك كمان ان هي ممكن تنزل معاك 50 كيلو وزن دهون، وتفتت معاك الدهون بطريقة كويسة، حتى لو كان وزنك فوق 100 كيلو. لو كانت الدهون عندك عنيدة وما بتنزلش، وما بتقولي مثلا ما بتنزلش في اي وصفة، الله الوصفة بتاعتنا ديت ده هتنزل معاك الدهون العنيدة بطريقة كويسة جدا جدا، هتنزل معاك الوزن ان شاء الله، تبصي تلاقي وزنك نزل 50 كيلو، تمام؟ عارفين يعني ايه يا جماعة؟ معنى كده ان الوصفة دي تنزل جسمك او تنزل وزنك 50 كيلو، معنى كده ان الوصفة اللي احنا هنعملها دي ده ان شاء الله هتزود معاك الدهون العنيدة، الدهون المتحجرة في الجسم اللي مش عايزة تنزل، الترهلات، الكرش، الحاجات دي كلها، ده ان شاء الله وصفتنا هتنزل وتسيح كل الدهون دي. كمان لو انت جسمك عنيد ومش بينزل على اي وصفة بسهولة، ان شاء الله الوصفة دي هتكون لك. اعملي لايك كده للفيديو، الناس اللي هي بتشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه وفعلوا الجرس ان شاء الله علشان يوصلوا كل جديد. شيروا الوصفه علشان بنات كتير تستفيد من وصفتنا النهارده، تمام؟ تابع معايا الوصفه للاخر، علشان اهم من الوصفه انك انت تتابعها للاخر عشان تعملها صح. ولازم يا جماعه الوصفتين اللي احنا نعملهم دول تعملوهم مع بعض علشان الوصفتين مكملين لبعض، تمام؟ يلا بينا نشوف كده الوصفه بتاعتنا النهارده هنعملها ازاي. مبدئيا كده انا معايا كوبايه ميه، وان شاء الله كوبايه الميه ديت لا هتبقى سخنه ولا حاجه، كوبايه ميه من الحنفيه. بالشكل ده كده، ده كوبايه الميه بتاعتي، ده اللي انا هستخدمها اول وصفه معايا، هتبقى كوبايه الميه دي. يعتبر يا جماعه كوبايه الميه ديت ده من الحنفيه، لا هنغلي ميه ولا هناخد ميه ساقعه من الثلاجه ولا حاجه، كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه. دي كانت اول وصفه معايا، شوفوا بقى انا هعمل ايه. طبعا معايا الوصفه للاخر على اساس تجيب معاكي نتيجه مظبوطه وتنزل معاكي الوزن. تاني مكون معايا اللي هو الخل، ده معلقه خل، خل ابيض، لو انت عندك خل تفاح ماشي مفيش مشكله، تمام؟ ده خل ابيض كده عادي هنستعمله النهارده في الوصفه بتاعتي. ندوب الخل معانا كويس جدا، باخد يا دوبك معلقه واحده بس من الخل علشان محدش يقول خل كتير وممكن يتعبني. الخل بيعمل معانا ايه؟ الخل ده يا جماعه ان شاء الله لو احنا خدناه على الريق ده بيدوب الدهون معايا وبينزل كل التكتلات اللي موجوده في منطقه الكرش او في الجوانب او في اي منطقه من الجسم بتاعك، يعني بمعنى اصح بنضف جسمنا كله من السموم وبنضف المعده بتاعتنا. طيب تعالوا بقى نشوف تاني مكون معايا اللي هو الملح، تمام؟ ده ربع كوبايه ملح، ربع معلقه ملح زي ما انتم شايفين كده، محدش يكتر يا جماعه، ربع معلقه ده كويس جدا، تمام؟ وبقوم حطها على الكوبايه بتاعتي. بدوبها كويس جدا، مش عايزه اثار الملح موجوده، تمام؟ ده كده خلاص دابت معايا. اهم حاجه يا جماعه لا نكتر في الملح ولا نكتر في الخل، علشان الناس اللي هي ممكن تتعب وتقول لا الخل هيتعبني ويعمل لي مسحه حساسيه ولا حاجه، لا، انا كل اللي انا اخدته معلقه واحده من الخل بالمعلقه بتاعت الشاي اللي هي الصغيره اللي زي دي، وربع كوبايه وربع معلقه صغيره خالص من الملح. يعني محدش يقول الملح لا ده الملح هيحبس السوائل في الجسم او الكلام ده كله، لا بالعكس، الملح مع معلقه الخل ده هيشيل كل الدهون اللي في الجسم بتاعك، تمام كده؟ دي اول كوبايه عملناها مع بعض. طيب الكوبايه ديت دلوقتي هناخدها امتى؟ ده يا جماعه هتتاخد على الريق، تمام؟ الناس اللي هي صحتها حلوه هتاخدها على الريق، الناس اللي هي بتقول لي انا بتحسس من الخل او مش قادر ان انا اخدها على الريق ممكن تاخديها بعد الفطار، مفيش اي مشكله خالص،
تمام كده. دي كانت اول كوبايه معايا في الوصفه بتاعتي، ولازم تمشي على الطريقه صح، وكمان تمشي على الكوبايه اللي احنا هنعملها التانيه، لان الوصفتين دول بيكملوا بعض. علشان فعلا لو انت فعلا حاطه في دماغك ان انت تنزلي الوزن بتاعك، ان شاء الله تتابع معايا الفيديو للاخر وتشوفي الطريقه الصحيحه، وباذن الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه. تمام، هنشيل الكوبايه دي بقى كده على جنب، وتعالوا بقى نعمل مع بعض الكوبايه التانيه. دلوقتي بقى يا جماعه هنعمل مع بعض الوصفه التانيه. عملنا الوصفه الاولانيه وعرفناها وقلنا بتتاخد امتى. تمام، تعالوا بقى كده نعمل مع بعض الوصفه التانيه. انا معايا كوبايتين ميه، ده اللي انا هستخدمهم في اليوم، ميه مغليه. الكوبايه الاولانيه كانت ميه مالحه نقيه عاديه، دول كوبايتين ميه مغليه. تمام، دلوقتي تاني مكون معايا او اول مكون، لان طبعا انا حطيت الميه، الكمون. دول الكوبايتين اتنين، انا هاخد مع يعني مقدار معلقتين اتنين. انا كده هاخد معلقتين اتنين، لان المفروض كل كوبايه عليها معلقه. انا خدت معلقه صغيره اهيت، ده كده اول معلقه، ودي المعلقه التانيه. تمام كده، واهم حاجه يكون الكمون معايا يكون خشن، ما يكونش ناعم في الوصفه دي، لان قلت لكم قبل كده في وصفات بتحتاج الكمون يكون خشن، وفي وصفات بتحتاج ان الكمون يكون ناعم. تمام، ده كده دلوقتي معلقتين وبنقلبهم كويس جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض تاني مكون معايا. لو ملاحظين لون الكمون بدا ان هو خلاص، لان انا حطيته في الميه المغليه، بدا ان هو يعمل معايا لون اهوت زي لون اليانسون بالظبط. تعالوا بقى كده نشوف تاني مكون معايا. تاني مكون معايا اللي هو الشمر، شايفين ده يا جماعه؟ ده الشمر اهو، ده كده برضو اول معلقه. هاخد معلقتين اتنين صغيرين من بتوع الشاي، ودي كده تاني معلقه، وبنقلب كويس جدا. الشمر مع الكمون يا جماعه ده ما شاء الله كويس جدا جدا، يدوب معاك الدهون وينزل معاك الوزن، خلاف كده كمان وكمان ان هو بيريح القولون، وبيخلي طبعا في ناس دايما بتبقى عندهم يعني امساك دايما على طول، الحاجات دي كلها المعده طبعا عندهم ما بتبقاش مرتاحه. ده كمان خلاف ان هو بينزل الدهون وبينظف الجسم من السموم، ده كمان بيريح جسمنا كويس جدا، بيريح معدتنا، بيريح القولون بطريقه كويسه جدا. تمام، انا قلبت كويس اهوت. في مكون واحد بس معايا، الكوبايه ديت انا بسيبها كده متغطيه طبعا، لان طبعا انا مش مغطيه قدامكم دلوقتي على ما اصور، المفروض انا بغطيها علشان طبعا البخار، البخار دوت اي عشب عندك لازم بتغطيه، ما بتتغليش بقى، بنحط عليها الميه المغليه وبنغطيها علشان البخار دوت بيكون فيه ماده طياره. تمام، الماده الطياره ديت ده انا بحاول ان انا استفيد منها على قد ما اقدر، مش عايزاها ان هي تتضخم. طيب دلوقتي عدى 10 دقائق، تمام كده. بعد كده انا معايا الليمون، معايا الليمون، انا هاخد ليمونه كامله، لان لو انا بعمل كوبايه، الكوبايه بتبقى عليها نص ليمون، انا معايا كوبايتين دلوقتي، هاخد ليمونه كامله. تمام، بعد ما المكون عندي او الكوبايه عندي بتهدى خالص، بنقوم عصير الليمون اهو. وبعد كده ان شاء الله انا هقول لكم برده تعملوا ايه، على اساس ان محدش يقول طب احنا هناخدها كده اهو. لو انتم ملاحظين ان انا المفروض بعد ما بتبرد معايا خالص بقلبها كويس جدا، وبقوم مصفيه. لو انت عندك مصفه ولا حاجه وعندك مج كبير زي دوت، بتصفيه على اساس ان هي بتبقى سهله معاكي وانت بتبقي تشربي. لو انت مش حابه تعصري الليمون زي ما انا عصرته كده دلوقتي، ممكن انت تقطع الليمونه شرايح شرايح كده، وبتحطيه مع المكونين اللي احنا حطيناهم دولت، وبتغطي عليها لغايه ما يبرد معايا خالص. بعد كده زي ما قلت لكم بنصفيها كويس وبنشربها. طيب دلوقتي انا هشربها كم مره او هشربها ازاي؟ خدوا بالكم معايا يا جماعه كده. دلوقتي الكوبايتين دولت بناخدهم امتى؟ بناخدهم مره بعد الغداء بنص ساعه، ومره بعد العشاء بنص ساعه. يعني معنى كده ان هم كوبايتين الاثنين دولت بناخدهم بعد كل وجبه بنص ساعه، خلاف الكوبايه اللي احنا هناخدها على الريق. وقلت لكم لو انتم مش حابين تاخدوها على الريق، ممكن تاخدوها بعد الفطار بالطريقه ديت. لو انت داومت على الوصفه ديت حوالي بس 10 ايام، ان شاء الله هتبص تلاقي نفسك نزلت النص، هتحس فعلا ان البطن بتاعتك بعد ما كانت بارزه او فيها ترهلات او فيها دهون، والاجناب نفس الطريقه برده، هتحس ان فعلا ان بطنك بدات ان هي تبقى بطن مسطحه مرتاحه. وعلى فكره يا جماعه العشاء برده محدش يتقل في العشاء، علشان الوصفه دي تجيب معاك نتيجه كويسه، يكفي او ان انت تخففي جدا في العشاء من بعد الساعه 6. يعني يا ريت محدش ياكل او يتعشى، حاول ان انت تتعشى بدري على اساس ان انت ما تاكليش وتنام على طول.
تمام. يبقى انا كده دلوقتي عملت معاكم وصفتين، الوصفتين دولت الكوبايتين دولت بيتاخدوا بعد كل وجبه، والكوبايه الثانيه ديت ده بتتاخد على الريف. تمام، اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.